تحولت مدينة ريو دي جانيرو البرازيلية إلى شعلة من البهجة والحماسة مع انطلاق مهرجان المدينة رسميا بتنافس مدارس السامبا في البلاد على استعراض مواهبهم وأزيائهم. وتقدمت مدارس السامبا المنتمية للدرجة الثانية الموكب الاستعراضية، حيث تتنافس من أجل رفع تصنيفها للدرجة الأولى، وتكون من بين مدارس السامبا الراقية في البرازيل أو ما يطلق عليها المجموعة الخاصة. وتوالت عروض الفرق المشاركة أمام عشرات الآلاف من الجماهير التي تتهيأ لأشهر لانطلاق هذا المهرجان السنوي. الحافز الأكبر هو إشعال الحماسة معا وتوحيد الطاقة لتقديم أفضل عرض لمدرسة إمبيريو سيرانو. هي مدرسة يحبها الكثير من الناس ونحبها نحن أيضا. وتنافست 15 مدرسة تنتمي للدرجة الثانية على مدار يومي الجمعة والسبت من أجل الفوز بمكان وحيد متاح بين المدارس الراقية هذا العام، حيث سيتم خفض درجة إحدى المدارس الراقية لإتاحة الفرصة لمدارس السامبا الأخرى. والفوز في مهرجان السامبا بريو يعني نيل اللقب في أكثر مسابقات السامبا تنافسية في البرازيل، وينتهي المهرجان يوم الثلاثاء، وشهدت مدينة ريو التحضيرات له منذ أسابيع. رحاب علاء، رويترز.